أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هنا من درة الميادين من ميدان المرموم، حيث نستكمل هذا البرنامج في هذه الأمسية الجميلة مع هذه الانطلاقات الموفقة ويومنا الثالث والفترة المسائية التي تنطلق بهجن أبناء القبائل فئة اللقاية. بعد أن أعود بالتهاني والناموس لأصحاب الرموز مبارك بن شملان الفلاحي وحمدان بن سعيد بن جابر وسعيد بن راشد بن غدير، أهنيهم وأبارك لهم على الفوز في أشواطنا الرئيسية بالرموز. الشوط السابع يتحرك بفئة المحليات الأصايل مع الخمسة كيلو مترات التي نتابعها في هذا الشوط، ونعطيكم الوصف التفصيلي عن ماذا يدور على المقدمة من تحدي. نذهب مع الشاهينية على المركز الأول، عامر بن علي الفهيدة المري من يسجل حضوره في هذا المهرجان وفي هذا الشوط وفي أول المراكز. أما المركز الثاني تأتينا ثانيا، المركز الثاني جبارة عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي على ثاني المراكز. المركز الثالث مياسر عبد الله بن سعيد النابودة أيضا يشاركنا في هذه الجولة وفي المركز الثالث. أما المركز الرابع الغدوم من مصيحة ناصر بالبخيت النوبي العامري على رابع المراكز، ونقلتنا التالية ستكون على المركز الخامس، شقرة لسعيد بن محمد بن طفلة المري الذي يأتينا على خامس المراكز. النقلة التالية على المركز السادس، وسادس المراكز أيضا يعني تتابع طريق الناموس وهي تتقدم بشعار علي بن صالح بن علي الحميري ودافع بالشايبة في هذه الجولة. أما المركز السابع فهنا شوق العلي بن يمعة بن رحمة الدرمكي يرسل شوق في هذا التحدي. والمركز الثامن، ثامن المراكز تأتينا سلهودة مطر بن سعيد العبيد الحميري. أما المركز التاسع قارة جاسم بن عبد الله بن حمد العطية. والمركز العاشر نختم به إذاعتنا اللي هي بيان سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وهكذا ننتهي من إذاعتنا وندانا الأول. وفي شعارات قوية ما وصلت للإذاعة، ولكن نحن بنتفرغ بكل معداتنا بكل مصورينا بكل الطاقم اللي نملكه على مقدمة الشوط لنتابع الإثارة لنتابع التحدي. هني الشاهينية عامر بن فهيدة المري من يتقدم، ولكن الشايب علي بن صالح بن علي الحميري يغير النتيجة لصالحه، ياخذ دوره من هذه المسافة ليتقدم أيضا هذا البطل إلى مقدمة الشوط. أما المركز الثالث، المركز الثالث تأتينا مياسة عبد الله بن سعيد النابودة في وضعية المراقب، يراقب الوضع عن كثب وهو يتابع هذا الشوط. أما المركز الرابع تأتينا أيضا مصيحة ناصر بن بخيت النوبي العامري يتجاوز النوبي من ذكرنا أسماء روحية ولا طوف طوف وعدي وأصحى التحدي. نعم الجماعة في حالة استنفار، نعم يتابعون هذا التحدي. أما المركز الخامس أرى ماذا أرى من شقرة لسعيد بن محمد بن طفلة المري، ولكن يا سلام يا سلام 22 يعني طلعت من المعمعة وعينها على المقدمة، عينها على مقدمة الشوط، تحمل شعار حمد بن راشد بن حمد حمدان بن حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا مزاج ومزاج هرايد، عندها الناموس وعندها الإثارة. نعم مستخفة في هذا الشوط تبقي متابعة. أما المركز السادس فتأتينا أيضا تنظيم محمد بن خلفان بن محمد الهامري الذي يقدم لنا تنظيم في هذا التنظيم الرائع في هذا الميدان في هذا المهرجان. أما المركز السابع فالوصول من قبل هني تأتينا شقرة سعيد بن محمد بن طفله المري يتابع طريقه إلى المجموعة الأولى إلى الدائرة الخاصة في هذه الجولة، هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام. وفي شعارات وصلت أيضا تبقي وجودها على المقدمة، تعلن وجودها على المقدمة. ثامن المراكز تأتينا غارة، غارة على الناموس جاسم بن عبد الله بن حمد العطية من يقدم لنا غارة. يا سلام يا سلام يا غارة، نعم تعلن الوجود في طريقها إلى المقدمة. ومن الجانب الآخر الشاهينية أحمد بن عتيج بن عبيد الرميتي من يقدم لنا الشاهينية في هذه الجولة.
هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود إلى التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. يا سلام يا سلام يا مزاج، نعم خذت دورها وخذت طريقها، هذا هو مكانها الصحيح، هذا هو مكانها الصحيح. يلا يلي بتابع تابع، ركز يلي بتركز، لأن بدينا بالعدد التنازلي. مزاج على المقدمة، حمدان بن حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا مزاج في هذه الجولة. أما المتابعة من المركز الثاني، تنظيم تأتينا على ثاني المراكز، محمد بن خلفان بن محمد الهام لمن يتابع بن غدير على ناموس هذا الشوط، يتقاسم وياه الناموس نعم في كفة الميزان في قبضة السيف الواحد، ولكنه يطوف يعدي نعم الهاملي إلى المقدمة. يقدم تنظيم محمد بن خلفان بن محمد بن هاملي، يتقدم في هذه اللحظات. ستراجع مزاج إلى المركز الثاني، ولكن نقدر نقول عنه انسحاب وهمي وجس نبض الهاملي في هذا الشوط. أما المركز الثالث فالوصول من مياسة عبد الله بن سعيد النابودة في ثالث المراكز. المركز الرابع الوصول من مصيحة ناصر بن بخيت النوبي العامري. هذه الأربع المراكز الأولى، يا سلام راح الهاملي، راح الهاملي بدون تعليمات العصاقوس، ولكن عاد بن غدير مرة ثانية، عاد بن غدير وصلت التحدي الانسحاب الوهمي. نعم يا بن غراب الانسحاب الوهمي، ولكن عاد بهجمة مرتدة خطيرة، ولكن الهاملي نعم حارس قوي على الباب. يا سلام يا سلام، روح يا ولد. نعم عدل العرض جميل، وما زال التنظيم محمد بن خلفان الهاملي على مقدمة الشوط، ومزاج عند الفرصة الأخيرة. التنافس كبير يا مشاهدين، تابع يلي بتابع بين مزاج وبين تنظيم. مزاج الله الله، روح يا ولدي. يا سلام عليك يا بن غدير، الناموس إلى مرغم، الناموس إلى بن غدير. حمدان بن حمد بن راشد بن غدير، هذا هو الانسحاب الوهمي، ولكن جس نبض تقريبا. عاد مرة ثانية إلى الناموس. هذه مزاج تأتينا مع المزاج، مع الكيف ومع الناموس ومع الانتصار. سلام يا من رقم سلام، انهني حمدان بن حمد بن راشد بن غدير، انهنيه على فوز مزاج بالمركز الأول. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان من نصيب تنظيم محمد الخلفان الهاملي، والمركز الثالث فهنا الشاهينية لحمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الرابع إعلان منصور بن محمد بن منصور الخيارين، والمركز الخامس فالوصول من الشاهينية حمودة بن غانم بن حمودة الظاهري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، وهكذا استمتعنا في هذا الشوط بهذا العرض وبهذا التنافس الشريف، وراقبنا أيضا ماذا دار مع مزاج واستطاعت أن تنتزع المركز الأول بتوقيت زمني مقداره بالتأكيد بيكون 7 دقائق. نحن في انتظار لحظة الوصول، وسبع دقائق 40 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما المركز الثاني كان من نصيب تنظيم محمد بن خلفان بن محمد الهاملي بتوقيت زمني مقداره نتأكد، وهذه تقريبا لحظة الوصول ننتظر. نعم هذه لحظة الوصول، 7 دقائق 41 ثانية، 8 أجزاء من الثانية أو 7 دقائق 43 ثانية. وفاء وكمالا وتماما، تهانينا والناموس لكل. أما المركز الثالث، الشاهينية وصلت على المركز الثالث. لحمودة بن غانم بن حمودة الظاهري بتوقيت زمني 7 دقائق 46 ثانية.